ما أعتقد التصريح ما أعتقد واحدة محافظة على هذا التصريح العالي بسبب طبعاً مدير التقرير وكالة هي أوردي حددت شنو المخاطر وشنو العلاج وأنا أعتقد أن الأشياء اللي حددتها من المستحيل أن ننفذها خلال الفترة القادمة من 6 شهور إلى 12 شهر وبالتالي باختصار أنا متفائل. أرجع إلى وثيقة الاقتصادية من 2017 اقرأ الوثيقة وشوف شنو تحكم مكان هذه السنة أتوقع أن الحكومة مصدرة يمكن 50% من الأشياء اللي حطتها في الوثيقة الاقتصادية 2016 قد تكون واضحة اليوم من خلال الجامعة.